إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. بيجي لي سؤال من حد: يا دكتور أنا عندي، أو مريض أشوفه أقول له لأ ده أنت عندك سقوط في القدم، أنت مش قادر تتحكم في إيدك، و أنت ما ينفعلكش الحقن والتردد، روح أعمل جراحة. كويس؟ خلاص كده أنا دوري لغاية كده وقف، إن أنت ما ينفعش تعمل حقن وتردد، روح أعمل جراحة. فيقول لي اعمل جراحة ايه؟ لا انا دوري وقف. طب يعني ايه دوري وقف؟ يعني هو بيبتدي يسألني، طب اعمل جراحة بالتدخل المحدود، ولا اعمل جراحة بالمنظار، ولا اعمل جراحة مفتوحة؟ في ناس تانية بتسأل، يا دكتور طب اعمل الجراحة، اعمل تثبيت بشرايح ومسامير، ولا ما اعملش بشرايح ومسامير؟ طيب خد بالك من حاجة، طب انت بتسألني انا ازاي وانا مش تخصصي جراحة؟ يقول لي انا بثق فيك، انا متشكر انك بتثق فيا، لكن مش انا الشخص المناسب ابدا اني انا اجاوبك. تمام؟ طب هو مين اللي هيختار تعمل العمليه بالناطور او بالمنظار، او تعمل العمليه فتح، او تعمل العمليه بالتدخل المحدود، او تعمل العمليه بهذا الشكل؟ مين اللي هيقرر؟ هل المريض اللي بيقرر؟ اصل انا بلاقي المريض بيقرر يقول لك انا عايز اعمل العمليه بالناطور. يا عم الحاج انت مين انت؟ انت تفهم ايه انت عشان تقرر انه بالناطور ولا مش بالناطور؟ واحد يقول لك انا عايز اعمل الجراحه بالتدخل المحدود، انت ايش عرفك ان التدخل المحدود ينفع؟ انا عايز اعمل الجراحه من غير ما اعمل شرايح ومسامير، ايه ده؟ انت الاول القرار، انت المفروض تعمل جراحه ولا مش المفروض تعمل جراحه؟ تمام كده؟ دوري انا ان انا لو انا شفتك طبعا اقول لك لا انت مش هينفع تعمل حقن وتردد، انت لازم تعمل جراحه. كويس؟ اعمل الجراحة بقى ايه؟ انت مالكش دعوة، انت تروح لجراح امين، راجل امين، هو اللي يقرر تعمل بالناطور ولا تعمل بالتدخل المحدود، ولا تعمل براغي ومسامير، ولا شرايح ومسامير، ولا تعمل ايه، هو اللي يقرر. فاهم قصدي؟ مش انت اللي تقرر. لان الكارثة بتيجي في ايه؟ ان في مريض بيعجبوا الناطور والمنظار، فيروح لدكتور بيشتغل بالناطور او بالمنظار. على فكره كل الدكاتره بتعرف تشتغل بالمنظار وبالناطور، وكل الدكاتره بتعرف تشتغل بالتدخل المحدود، وكل الدكاتره بتعرف تشتغل بالفتح. فالمفروض ان الجراح لما يجي له مريض يقول له اه انت لازم تعمل مسامير، واحد تاني يقول له لا انت ما تعملش مسامير، واحد تالت يقول له انا هعمل لك العمليه بتاعتك بالمنظار، واحد تاني يقول له ما ينفعش بالمنظار ده لازم ينفع، لازم نفتح، واحد تالت يقول له لا انت هنعملها لك بالتدخل المحدود. لان مش ممكن كل المرضى ينفع لها جراحه بالناطور او جراحه بالمنظار، مش معقول كل المرضى بتعمل جراحه فتح، مش معقول كل المرضى بيعمل شرايح ومسامير، مش معقول كل المرضى ينفع لها الجراحه بالطريقه دي. زي ما احنا بيجي حد اقول له لا انت ما ينفعش حقن وتردد، احنا هنعمل لك تسليك بالقسطره، لكن الحقن والتردد مش هيبقوا مناسبين لحضرتك. لا، او انت هنعمل لك حقن التردد ملوش لازمه، او انت هتعمل حقن وتردد مع بعض، يعني فاهم قصدي ازاي؟ لكن انا بروح لدكتور كل حالاته بيعملها بالمنظار، كلها بتنفع بالمنظار، او واحد تاني كل حالاته لازم يفتح ويعمل شرايح ومسامير كلها، مفيش مريض يعني كده، او واحد تالت بيعمل بالتدخل المحدود كل الحالات، لا لازم يجي له حالات يقول له ما تنفعش بالتدخل المحدود، لازم اعملها بالمنظار. فما ينفعش المريض يختار هو هيعمل ايه، وما ينفعش انا اختار، ده مش شغلتي، ده مش شغلي ان انا اختار المريض يعمل بايه. فانا بستغرب جدا المريض يقول لك ايه اصلا انا عايز اعمل العمليه بس مش عايز شرايح ومسامير. طب وانت مش فاهمك يعني، انت مش عرفك انت؟ على فكره هتلاقي دكتور ياخدك على قد عقلك ويعمل لك العمليه، وبعدين لو هي محتاجه شرايح ومسامير وهو بس عايز ياخد القرشين وخلاص، هيدبسك بعد كده في عملية تانية، لأنك بعد ما تعمل العملية اللي هي بقى عجبك من غير شرايح ومسامير هتروح هتضطر تعمل العملية تانية بشرايح ومسامير بعد كده. أو رحت الواحد يقولك بالناطور أنا عايز أعملها بالمنظار، تروح لواحد يشيلهولك ما يعرفش يشيله بالمنظار، يشيل أي حاجة كده، ما المريض عايز المنظار، هيطفش الزبون، يقوم شايل أي حاجة ويسيبك بعد كده تعمل بقى عملية بعد كده فتح، لأن أنت كان من الأول المفروض تعمل فتح، ما تعملش بالناطور، ما تعملش بالمنظار. فمين اللي يقرر الاول؟ انت محتاج جراحه، روح لواحد محترم هو يقرر. انما انت من نفسك
تقول انا عايز واحد من ابو منظار، انا عايز واحد من ابو مش عارف ايه، ايه الكلام ده؟ انت شعرفه. اتمنى تكون الرساله وصلت. ما تودوش نفسكم في داهيه، انتوا بتود عقلكم ده بيوديكم في داهيه، ما توديش نفسك في داهيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.